أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم العظيم. الله يحفظهم. لا يزال البحث في آيات القرآن، وهذا البحث قلنا مهم جدا. لكن قبل لا ندخل بالبحث القرآني، لابد نحدد منهجيتنا بالبحث. لابد نحدد منهجيتنا بالبحث. ما هي الطريقة المعروفة والمتبعة بالبحث؟ المصنف يقول احنا عندنا ثلاثة طرق. الطريقة الأولى هي الطريقة التي كان يستعملها علماؤنا القدماء. سابقا العلماء القدماء مثل أبي بكر الجصاص صاحب الكتاب المعروف بأحكام القرآن، هذا كان يسوي عنده كتاب ألفه عنوانه تفسير آيات الأحكام أو ذوات الأحكام، يعني كل آية تتضمن حكم شرعي يبحثها بكتابه. شلون كان يبحث؟ حسب الترتيب القرآني. يعني احنا عندنا آيات السور بالقرآن، يبدأ في سورة البقرة يتناول شنو آيات الأحكام، الآيات اللي تتضمن أحكام شرعية في سورة البقرة، فراح وين ينزلها بكتابه ويبحثه. هاي الآية تدل على فلان حكم، وهذه الآية تدل على فلان حكم. بعدين يتناول شنو الآيات الموجودة وين في سورة آل عمران ويبحثه نفس الشيء، وبعد ذلك في سورة النساء، وبعد ذلك في الأنعام، وبعد ذلك، يعني حسب الترتيب القرآني لآيات الأحكام. وهاي طبعا الطريقة صعبة جدا. ليش؟ ومملة، لأن تستلزم التكرار. يعني إذا أنت عندك آية في سورة البقرة الدل على اليمن، الدل مثلا على الصلاة، على وجوب إقامة الصلاة، فتبحثها وبعدين تدخل إلى سورة آل عمران هم تلقى آية تدل على وجوب الصلاة، هم تبحثها مرة ثانية. واضح؟ آية في سورة البقرة تدل على شنو؟ كيفية الطلاق، طلاق المرأة. بعد ذلك تدخل في سورة آل عمران، وكذلك الحال تبحث هذه الآية المتضمنة لحكم الطلاق. هاي تستلزم التكرار وتستلزم التطويل وتستلزم شنو؟ هدر الوقت. فلذلك علماءنا أوجدوا طريقة ثانية لبحث آيات الأحكام. شنو هي الطريقة الثانية؟ بحث الآية القرآنية بإدراجها في موضوعها الخاص. شلون في موضوعها الخاص؟ راح يبدأ المصنف يخلي موضوع معين وهو كتاب الطهارة. واضح؟ فراح يبحث الآيات الدالة على طهارة المرأة. واضح؟ والآيات الدالة على طهارة التراب. وين راح يبحث؟ في هذا الموضوع الخاص، في هذا العنوان الخاص، فيجيب آيات القرآن كلها وين يدرجها اللي تتكلم عن طهارة الماء، وين يدرجها؟ يدرجها في هذا العنوان. بعد يصير تكرار لو ما يصير؟ ما يحصل تكرار. هاي خوش طريقها مو؟ بعد ذلك يضع عنوان خاص وهو عنوان الوضوء. كل آية قرآنية تتكلم عن الوضوء وتعطي حكم وجوب أو استحباب الوضوء، وين يدرجه؟ هذا العنوان، هذا الموضوع.
فيبحثها بهذا الموضوع ثم ينتقل للتيمم وهكذا. ها فيخلي عناوين معينة ويبحث الآية القرآنية تحت عنوانها وموضوعها الخاص. هاي الطريقة أفضل مو؟ هاي لا تستلزم التطويل ولا تستلزم التكرار ولا يكون بها ملل، فهي أفضل. هاي الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة للبحث هو تجزيء الآية الواحدة. ها شلون تجزيء؟ الطريقة الثانية كانت تسوي شلون يبحث؟ طبعا الطريقة الثانية كان يضع الآية تحت عنوانها الخاص. يعني خلنا نجي مثلا إلى آية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هاي وين يبحثه؟ في عنوان الحيض. ما هي الآيات الدالة على عنوان الحيض؟ فراح يجيب هاي الآية يدريشة تحت ذلك العنوان. بس هاي الآية كم حكم تتضمن؟ أولا حكم الحيض، ثانيا حكم مقاربة الزوجة بالحيض، ثالثا حكم جماع الزوجة دبرا في غير أيام الحيض. الطريقة الثانية راح يبحث عدة موضوعات. وين عدة موضوعات؟ في عنوان واحد. واضح؟ الطريقة الثالثة يقول لا أنا ما أسويك، أجزئ الآية، المقطع اللي يدلل على حرمة مجامعة الزوجة في أيام الحيض وين أبحثه؟ في كتاب الحيض. والجزء الثاني اللي يدلل على حرمة وطئ الزوجة دبرا أو كراهة ذلك وين أبحثه؟ بكتاب الجمعة. فأجزئ الآية الواحدة. واضح؟ مثلا سنأخذ آية معينة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. شوف كم مطلب بها الآية بالله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ما هو معنى محاربة الله ورسوله؟ لا لا لا، الإفساد في الأرض ويسعون في الأرض فسادا، قاطع الطريق مثلا، هذا عنوان من عتبه. واضح؟ هذا قاطع الطريق، هو يسعى في الأرض فسادا مثلا. هذا واحد، هذا المطلب الأول، تحديد عنوان محاربة الله ورسوله والإفساد في الأرض. شنو مصادقه؟ قلنا مثل قاطع الطريق. المطلب الثاني، هذا قاطع الطريق وغيره، شنو الحد الشرعي ماله؟ وين انتقلنا سوين إلى كتاب الحدود؟ قال إما أنه يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. شون يعني نقطع أيد اليمنى ورجل اليسرى؟ هذا من خلاف، اليمين خلاف اليمين الشمال. بس انتبه الآية القرآنية بعد. هذا مطلب ثاني، هذا مطلب ثاني زين. المطلب الثالث، أو ينفوا من الأرض، يعني شنو؟ هو مو عايش بهذا البلد، نخليه ينتقل إلى محافظة ثانية. جلوة أنتم تسمونها جلوة، احنا شنو نقول؟ النفي، النفي. نحاول أنه شنو نقول له؟ هذا حد المحاربة، لا بد تنتقل. هذا وين صار؟ أيضا بالحدود. الثالثة، من يقيم الحدود؟ مو كل إنسان يقيم الحد الشرعي، وإنما الولي الفقيه، يعني المجتهد الأعلم. صحيح؟ فهذا مطلب ثالث. عليكم السلام ورحمة الله. مطلب ثالث بالآية. صحيح؟ الطريقة الثانية، تبحث كل هاي الأبحاث اللي هو إقامة الحد وتحديد عنوان الإفساد في الأرض
ومن يقيم الحد والنفي من البلد، كلها تبحثها وين؟ تحت عنوان واحد، موضوع واحد. احنا شو نسوي بالطريقة الثالثة؟ نجزئ الآية، المقطع اللي دال على إقامة الحد وين نبحثه؟ في كتاب الحدود. كتاب الحدود واضح؟ والمقطع الدال على النفي من الأرض هاي في كتاب شنو؟ الديار مثلا أو الحدود. تحديد الإفساد في الأرض بعنوان الخاص، ومن يقيم الحد بعنوان الخاص. إذا جزئنا الآية لو ما جزئنا؟ الطريقة الثالثة تجزئ الآية الواحدة، والطريقة الثانية تبحث جميع العناوين الموجودة بالآية تحت عنوان واحد. فالطريقة الثالثة هي الطريقة الصحيحة. فإحنا راح يكون بحثنا بهذا الكتاب هو بحث تجزئي، نجزئ الآية الواحدة على الطريقة الثالثة. والحمد لله رب العالمين.